مرحبا بكم في سلسلة الفيديوهات التعليمية لنظام إيلي سوفت. موضوع درس لهذا الفيديو هو مميزات كشف الحساب التحديث 438 في نظام إيلي برو. نتحدث في هذا الفيديو عن تبويبات تفاصيل. تفاصيل واحد، تفاصيل القيد والسندات. ويتم إظهار تفاصيل هذا السند، تفاصيل حركة الفواتير والأوامر المخزنية، فواتير غير نهائية، طباعة أصناف الفاتورة، إظهار ثم طباعة. إظهار المعادل بالعملة المحلية وغيرها من المزايا الرائعة. تفاصيل اثنين، تضمين البضاعة غير المشحونة والعرابين، تدليل المستندات، إضافة بيان في الكشف وأي معلومة يراد إضافتها لإبرازها في كشف حساب الجهة المعنية بالاطلاع على ذلك الكشف. إضافة اسم المستلم لحسابات الإدارة. إظهار ثم طباعة. نلاحظ أن التدليل قد ظهر في كشف الحساب. نرجو منكم سرعة المطابقة. الحسابات يعقوب. تفاصيل أربعة، طباعة إشعار مطابقة من نفس كشف الحساب. هذا هو كشف الحساب وهذا هو إشعار المطابقة. طباعة أكثر من كشف حساب، من حساب إلى حساب، حسابات العملاء، حسابات الموردين، جميع الحسابات، إظهار جميع الحسابات ثم تحديد الحسابات المراد، إخراج كشوف حسابات لها. فمثلا اخترنا الصندوق الرئيسي، البنك المركزي اليمني، البنك الأهلي المصري، محلات السعادة، الحسابات، الحواسيب ومستلزماتها. ثم طباعة. تظهر لنا كشوفات حسابات الجهة المعينة والتي تم تحديدها بصورة منفصلة. هنا الصندوق الرئيسي، البنك المركزي اليمني، البنك الأهلي المصري، محلات السعادة، الحواسيب ومستلزماتها.